السلام عليكم. علاقتنا الإنسانية دايما فيها شيء من التعقيد، وفي ناس كتير احنا بنبقى مش عارفين التعامل معاهم ازاي، وبنحتار احنا نعمل ايه عشان نقرب من الناس دي او نتجنبهم او نتعامل معاهم كما بيجبرنا المجتمع. وعشان ده كله النهاردة مراجعة جديدة مع كتاب جديد، وهو كتاب علاقات خطرة لدكتور محمد طه. أهلا بكم في حلقة جديدة من استكانة ثقافية. في الكتاب ده بيبدأ دكتور محمد التنويه في بداية الكتاب عن إن ما هو مكتوب في هذا الكتاب هو اجتهادات شخصية وتحليلات ورؤى شخصية بحتة مبنية على تجربته الحياتية والتحليلات العلاجية والعلمية، لأنه طبعا أستاذ محمد طه أستاذ طب النفسي كلية طب جامعة المنيا، زميل كلية الملكية البريطانية أطباء النفسيين، وعضو الجمعية الأمريكية للعلاج النفسي، وعضو الجمعية العالمية للعلاج الجمعي النفسي الجمعي. فالكتاب مكتوب من كاتب فاهم الموضوع كويس جدا ومتفهم موضوع الصحة النفسية للإنسان، وإن المؤثر الأهم في صحة الناس النفسية والجسدية ومدى أعمارهم وطول أعمارهم هو وجود علاقات طيبة في حياتهم، اللي بيصفها الدكتور محمد بإنها إكسير الحياة. في الكتاب مقسم لخمس أقسام. القسم الأول يتحدث فيه الدكتور محمد عن الجسد ومدى تقبله، وعن أمراض النفس الجسدية، وإن كل إنسان بيحتوي على ممكن جانب رجولي وجانب أنثوي، واضطراب النسب في هذه الجوانب يخلق بعض الأشخاص اللي بتؤدي إلى خطر، وإن الإنسان بيوجد جواه ثلاث شخصيات هي الأدلت إيجو ستيت والتشايلد إيجو ستيت والبيرنت إيجو ستيت، أو زي ما بيقولوا في عالم الطب النفسي شخصية الأب وشخصية الطفل اللي جواك وشخصية الراجل الراشد أو الراجل العاقل. والقسم ده هو من أفضل أقسام الكتاب. يعني القسم الثاني بيتحدث عن العلاقة مع الآخرين وكيفية إسقاط بعض الأشخاص الشخصية بعينها على الآخر، أو حالة إن أنت تبقى في حالة اسمها حالة المرآة أو حالات التقمص. في القسم الثالث، والقسم ده بيخصص الكلام فيه عن المشاكل اللي عن التربية وكيفية التأثير على الأولاد سواء في مراحل عمرهم الأولى أو بشكل بعيد المدى. القسم الرابع عن قبول الفقد والموت وتقبل الحزن جزء أساسي مننا، شأنه شأن السعادة وغيرها من الأشياء الموجودة في الحياة. القسم الأخير وهو بقى عنوان الكتاب، وهو أنا بعتبره من أهم الأقسام، وهو قسم العلاقات الخطرة. 30 علاقة دكتور محمد بيوضحهم في الكتاب. 30 علاقة دول هو يعني بيوضح فيهم كل العلاقات اللي ممكن تكون في حياتنا ممكن تكون مش كويسة، ولكن وختمهم بالعلاقة الحقيقية عشان تقدر توضح ويقدر يوضح لك ويعرفك ايه هي العلاقة الحقيقية اللي انت تسعى ليها مع اي شخص واي انسان. في العلاقات اللي هو وضحها دكتور محمد هي في العلاقة مع شخص نرجسي، العلاقة مع شخص اعتمادي، علاقة التقديس، علاقة العمى، حد موسوس، علاقة اللي تجنن، علاقة السيكوباتي، علاقة المدمن، العلاقة الجزئية، علاقة الحبل السري، علاقة التقمص، علاقات كتير جدا جدا لازم تتقري، وهي مرجع لكل إنسان. يعني أنا بعتبر إن الجزء ده مرجع ليك، وإن الكتاب ده يكون معك مرجع ترجع له لما يكون في أي علاقة أنت مش فاهمها أو شخص مستغرب تصرفاته. بعد قراءتك الكتاب ده هتتضح ليك حاجات كتير. طيب، تقييمي للكتاب هو الصراحة كتاب رائع، وعجبت بأسلوب اللغة العامية وترتيب الكتاب وتفسيره المبسط لأعماق النفس البشرية اللي وضحه دكتور محمد. الكتاب بياخدك في رحلة ساحرة في النفس البشرية وبينتقل ببراعة في دهاليزها الصراحة، وبيكشف لك الستار عن خفايا يمكن انت ما تكونش تعرف عنها شيء في شخصيتك او في شخصيات الاخرين.
الكتاب مدخل مشوق للي عايز يقرأ في علم النفس والطب النفسي، لأن دكتور حما كاتبه باللغة العامية جدا، يعني أي حد هيقدر يفهم الكتاب، مفيش أي أساليب صعبة جدا. الجزء بتاع العلاقات الخطرة واللي ناس كتير من مراجعات اللي قريتها يعني معتقدة ان دكتور محمد عايز الناس تعيش في اليوتوبيا او تعيش في المدينة الفاضلة، لا، هو عامل لك العلاقات الخطرة دي كمرجع ليك عشان تعرف ازاي تتعامل مع الناس دي، او لو انت عندك مشكلة في التعامل مع الناس دي ازاي تتجنبهم، او ازاي تتعامل معاهم بطريقة ما تستفزهمش، او طريقة ما تخليش الناس دي تكرهك. يعني هو مش عاملها لك عشان انت خاطر المجتمع ان انت تتجنبهم او ان انت تهملهم، لا، هو عاملها لك عشان تبقى فاهم، لان انت الكتاب لما تخلصه هتحس ان احنا كلنا مرضى نفسيين وان احنا كلنا عندنا مشاكل ومفيش حد مننا كامل، بس هي العلاقة بقى هنا في ان انت يعني تكون يعني زي ما بيقولوا ايه، ان انت تسامح الاخرين وتتقبلهم زي ما هم، ان كلنا فينا عيوب، كل ما عليك ان انت تختار الشخص اللي توافق عيوبك مع عيوبه. شخص ممكن يكون مؤذي بالنسبة لك هو ممكن شخص مفضل لشخص آخر، شخص مناسب ليك هو شخص آخر غير مناسب خالص، وما تسمحش لحد إنه يدخلك في أي علاقات خطرة تستنزف مشاعرك وطاقتك. الكتاب بيفتح عينيك على حاجات كتير حواليك وهيفهمك كل حاجة في أشخاص كتير جدا، وده يمكن من عيوبه. يعني أنت هتلاقي نفسك بتبدأ خطوات علاج علاقاتك بالمواجهة مش بدفن خوفك وعيوبك وضعفك. الكتاب هيخليك فاهم شخصيات كتير حواليك، هيقلب عليك المواجع، بس حقيقي هو كتاب يستحق القراءة. أتمنى تكون مراجعة كتاب النهاردة عجبتكم، أستنى أراءكم في التعليقات على كتاب علاقات خطرة دكتور محمد طه. تابعونا وسبسكرايب ولايك وشير عشان نقدر نوصل لناس أكتر ونحقق محتوى أكبر في استكانة ثقافية. شكرا، سلام.